السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة أجد نجح، التي أقوم فيها بمراجعة جميع دروس التاريخ والجغرافيا في أولى باك علوم، جميع الشعاب وأيضا ثانية باك علوم ديال الأحرار. هذه الحلقة غادي نخصها الحلقة الخامسة، الدرس ديال اليقظة الفكرية بالمشرق العربي. هذا الدرس هو الوحيد المبرمج في المقرر اللي كيهضر على تاريخ المشرق العربي، وبالتالي هذا الدرس فهو مهم ومن الدروس اللي كتحط بزاف في الامتحان الجهوي. ولكن قبل ما نبدا في هذه المراجعه ديال هذا الدرس حسب الاطار المرجعي باش نساعدكم في الضبط ديالو استعدادا للامتحان الجهوي، من فضلكم سجلوا اشتراككم معنا بالقناه وفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بباقي حلقات هذه السلسله، وشاركوا مع اصدقائكم ليستفيد الجميع. اذا فهذا الدرس فهو بسيط. في القرن 19 العلم المشرق العربي، وكنقصد المشرق العربي الدول العربيه وخاصه بلاد الشام ومصر هي اللي وقع فيها هذا الشيء، وقعت فيها واحد النهضه وواحد التطور فكري في القرن 19. هذا التطور الفكري ما يمكنش يوقع غير هكاك، وبالتالي في هذا الدرس شنو خصنا نعرفوا؟ خصنا نعرفوا علاش، شنو هي الاسباب والعوامل اللي عطات اليقظه الفكريه في القرن 19 بالمشرق العربي. وهذه الاسباب غادي نقسموها لثلاثه، فيها ما هو سياسي، وفيها ما هو ثقافي، وفيها ما هو اجتماعي. هذه الاسباب تجمعات وعطات اليقظه الفكريه في المشرق العربي. ثم هذه اليقظه الفكريه عبروا عليها مفكرين، ما يمكنش شكون غادي يدير اليقظه، شكون غادي يدير التطور؟ هو المفكر، علماء. هاد المفكرين نقاسموا على حسب المرجعيه ديالهم والفكر ديالهم الى ناس اللي تبنوا السلفيه وبالتالي كيمثلوا التيار السلفي، وناس تبنوا الفكر العلماني وبالتالي التيار العلماني. غادي نعرفوا هاد التيارات الفكريه بجوج، نعرفوا الافكار ديالهم، الرواد ديالهم، والتعريف ديالهم. ثم في الثاني نستنتجوا هاد اليقظه الفكريه واش ساهمت في التطور الفكري في المشرق العربي ولا ما ساهمتش فيه. الى ضبطنا هذا الشيء غادي نكونوا ضبطنا الدرس في واحد الوقت اللي هو وجيز، وتمكننا ان نجاوبوا بسهوله في الامتحان الجهوي ان شاء الله. اذا نبداو بالعوامل، علاش اليقظه الفكريه بالضبط في القرن 19 في المشرق العربي؟ بزاف ديال العوامل. نبداو باهم عامل هو العامل السياسي. شنو وقع في المشرق العربي في القرن 19؟ في القرن 19 المشرق العربي كانوا حاكمينه العثمانيين، والامبراطوريه العثمانيه في القرن 19 كانت تتلقب بالرجل المريض. علاش؟ لانها كانت ضعيفه، وبالتالي السبب الاول هو ضعف السلطة العثمانية اللي حاكمة المشرق العربي. الدول العربية اللي كانت في المشرق العربي، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر، كلهم كانوا خاضعين للسلطة العثمانية، والعثمانيين كانوا ضعافين. وبالتالي فاش كانوا العثمانيين ضعافين، والحاجة الثانية أيضا، وكانت تتلقب الإمبراطورية العثمانية بالرجل المريض، الحاجة الثانية دارت العثمانيين إصلاحات وفشلت لهم، فشل إصلاحات العثمانيين. الحاجه الثالثه هو ان هاد العثمانيين فاش ضعفوا وفشلت الاصلاحات ديالهم، ايضا بقى كيمارسوا السياسه ديال التتريك، كيفرضوا اللغه ديالهم على الاجناس الغير ناطقه باللغه العربيه، وكيتعصبوا الجنس ديالهم على باقي الاجناس. والحاجه الثالثه هو ان العثمانيين ديك الاراضي اللي كانوا حاكمينها تزايد اطماع الاوروبيين على الاراضي ديال العثمانيين، ومن بين الاطماع كاين الحمله الفرنسية على مصر، بحيث أن مصر غادي يستعمرها نابليون بونابارت في نهاية القرن 18، وبالتالي هذا الاستعمار غادي يكون دليل على الضعف ديال الدولة العثمانية وعلى الضغط ديال الدول العربية على العالم الإسلامي وعلى المشرق العربي، واللي غادي يعطي واحد بروز ديال الوعي. كذلك أيضا احتلال الجزائر، الجزائر تحتلت من 1830 من بداية القرن 19. هذه كاملة أسباب ما يمكن إلا تؤدي للوعي، وبالتالي اليقظة أو النهضة الفكرية. كذلك أيضا إصلاحات بمصر وتونس، فاش غادي يخرج نابليون بونابارت غادي يحكم مصر محمد علي، واللي غادي يدير مجموعة من الإصلاحات فيها، واللي غادي يبغيو الدول العربية يديروا بحال التجربة المصرية. إذا هذه العوامل كاملة عطات الوعي وساهمت في اليقظة الفكرية. العوامل كاينة الثقافية أيضا، في هذه الوقيتة غادي يعرف العالم العربي ارسال بعثات طلابيه اللي غادي تجي في القرن 19. من بين هاد البعثات الطلابيه غادي يصيفطهم مصر، محمد علي غادي يصيفط الناس يقراو في الانجليز، يقراو في فرنسا ويتكونوا، وغادي يجيو لمصر باش ينشروا داك الفكر ديالهم، ديك الثقافه ديالهم. كذلك ايضا غادي تظهر المدارس الحديثه، كذلك ايضا غادي تظهر المطبعه اللي غادي تعطي الكتوبه بعدد كبير، وكذلك ايضا الصحافه اللي غادي تنشر الفكر، كذلك ايضا الترجمه
في تساعد الفكر الغربي، نشطات حركة الترجمة في هذه الوقيتة بزاف، يعني ترجمت المؤلفات الغربية إلى اللغة العربية وبالتالي جعلها تتم تتبرع في واحد العدد كبير من القراء. كذلك أيضا ظهرت جمعيات ثقافية اللي كتنشر الثقافة وكتعرض الاستغلال ديال العثمانيين، وكذلك أيضا ظهرت مفكرين أو علماء اللي قاموا بإحياء اللغة العربية أو قواعد اللغة العربية. إذا ما يمكنش هذه الأمور الثقافية توقع وما توقعش واحد النهضة ولا واحد اليقظة. واجتماعيا غادي تظهر الطبقة الوسطى المثقفة، أن غادي يظهر في سوريا وفي لبنان وفي مصر واحد شباب مثقف هو اللي غادي يحمل راية الدفاع على المشرق العربي ويحث على الوعي والثقافة، وبالتالي الشباب إذا كان واعي ومثقف كيساهم في النهضة، وغادي يظهر واحد الشباب مثقف وواعي. كذلك أيضا كي غادي يتزايد الشعور القومي، ذاك الإحساس بالانتماء لواحد القوم، العرب بقاو كيحسوا بأنهم عندهم أمة، عندهم كذا، عندهم تاريخ، وبالتالي خصهم يتحرروا من الإمبراطورية العثمانية ويدافعوا على الأرض ديالهم ويحافظوا عليها من الضغوط الأوروبية. كذلك أيضا تعليم المرأة أيضا غادي تولي تتعلم بحالها بحال الراجل، وغادي تساهم حتى هي في النهضة ديال المشرق العربي. كذلك أيضا البعثات المسيحية، تبشير غادي يوقع في هذه الوقيتة نشر ديال المسيحية مجموعة من البعثات الأمريكية والأوروبية اللي غادي يجيو بقى نشروا المسيحية ديالهم في الدول العربية، خاصة في سوريا وفي لبنان وكذا، وبالتالي هما جايين باش يشربوا الدين، ولكن غادي يجيبوا امور ثقافيه اللي غادي تساهم في بروز اليقظه الفكريه. وبالتالي هذه مجموعه من الاسباب تجمعات وعطات الوعي. وهذه اليقظه الفكريه اللي شرفها كان المركز ديالها هو مصر. علاش؟ لان مصر كانت هي السباقه للاصلاحات، ومحمد علي دار الاصلاحات، وهي اللي صارت الاولى بعثات الطلابيه، وبالتالي كذلك ايضا هي عرفت الحمله ديال نابليون اللي ما طولاتش تقريبا واحد 4 أو 3 سنوات، وفاش غادي يخرج غادي يخلي المدرسه والمطبعه ومجموعه من الامور اللي غادي تساهم في اشعاع الثقافه واليقظه من مصر. اذا هذه الاسباب عطات اليقظه، وظهرت مفكرين علماء. هاد العلماء غادي تنقسموا لجوج، جوج اتجاهات. كاين علماء اللي بغاو يرجعوا للقران والسنه ويطبقوهم في المجتمع وينهضوا بالمجتمع بالقران والسنه وداكشي اللي جاوا به الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وكاينين مفكرين اللي قالوا اسيدي بغينا نوضوا لنديروا يقظه فكريه، ولكن اعتمادا على الغرب، على داكشي اللي وصلت ليه فرنسا والانجليز وداكشي نطبقوه في بلادنا. نبداو بالتيار السلفي. التيار السلفي اشنو خصك تعرف؟ خصك تعرف شكون هو، تعريفه غير من سميته. قلنا هو تيار سلفي مرتبط بالدين السلفيه، ونعرفوا رواده ونعرفوا رواده ونعرفوا افكاره. ونفس الشيء حتى العلماني نعرفوا شكون هو هذا العلماني تيار، وشكون هما الرواد اللي كانوا كيسيروا، وشكون هي الافكار ديال هذا التيار العلماني. كاين امور اللي كيتشابهوا فيها، وكاين امور كثيره كيختلفوا فيها. تعريف التيار السلفي، التعريف ديالو هو تيار فكري ذو مرجع او منطق ديني يدعو الى الرجوع الى اصول الدين والاقتداء بالسلف الصالح. وهاد التعريف راني حطتها لكم في داك المطبوعات اللي حطيت لكم بي دي اف، وغادي نعاود نحطو اسفل هذا الفيديو باش حتى اللي مازال ما تقامش بالتحميل ديالو يقوم بالتحميل ديالو ويبقى يتبع معايا باش ياخذ الافكار كامل. اذا باش ما نضيعش وقت كثير، التعريف ديال هاد التيار هو تيار فكري، المرجعيه ديالو مرجعيته مرجعيه دينيه، بحيث انه كيحاول يقتبس الافكار، ولا الافكار ديالو كامله جابها من القران والسنه واجتهاد العلماء، وبغى ينشر هاد الافكار في المجتمع. الرواد ديالو كاينين بزاف، من اهمهم جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني الاصل ديالو من افغانستان. كاين عبد الرحمن الكواكبي، عبد الرحمن الكواكبي الاصل ديالو هذا سوري، وكاين محمد عبدو هذا مصري. و هادو يعني كاملين هما مفكرين، الهدف ديالهم هو ينهضوا بالمشرق العربي، ولكن باعتماد افكار سلفيه والاتجاه السلفي. هذا التيار جاب افكار في مختلف المجالات، على المستوى الديني، يعني خصك تعرف الافكار ديالو اللي جابها دينيا، وتعرف الافكار ديالو اللي جابها سياسيا، وتعرف الافكار ديالو اللي جابها اجتماعيا. بالنسبه للمجال الديني، هذا قال اصول الدين، العوده الى اصول الدين، قال لك رجعوا الى اضافه الى الاقتداء بالسلف الصالح، يمكن لك تكتبها دابا وتاخذها معايا. كذلك ايضا محاربه البدع، محاربه الشعوذه، محاربه يعني هذه الامور المبتدعه في الدين رفضها، وقال لك نطبقوا الدين بحذافيره. وعلى المستوى السياسي نادى
بالشورى، قال لك الا بغينا نختاروا الحكام ديالنا ولا السيد ديالنا ولا نختار نتفاوضوا في شي حاجه فنعتمدوا على مبدا الشورى. ونادى ايضا على المستوى السياسي بنقد الاستغلال، رفض الاستغلال، نادى بمعارضه الاستغلال ديال العثمانيين، وكذلك ايضا نادى بوحده العالم الاسلامي، قال لك العالم الاسلامي خصو يتوحد في حلف دفاعي كبير. اذا هذه كامله امور سياسيه. وعلى المستوى الاجتماعيه نادى هذا بالفوارق الطبقيه، نقدها نقد الفوارق، كذلك ايضا معارضه الاستغلال تو على المستوى الاجتماعي، والحريه الاجتماعيه ايضا على مستوى الحريه السياسيه، هذه على المستوى السياسي ما ذكرتهاش. وكذلك نادى الى تعليم المراه وتهذيب الاخلاق والنفوس. اذا هذه هي الافكار ديالو. حتى التيار السلفي خصنا العلماني خصنا نعرفوا تعريفه. هذه العلماني جايه، العلمانيه هي فكر ظهر مع الثوره الفرنسيه ولا في اوروبا في القرن 18 وكذا مع عصر الانوار. العلمانيه هو تيار يدعو الى فصل الدين عن الدوله. شنو هو فصل الدين عن الدوله؟ يعني داكشي ديال الدين مارسو في بلاصتو، ما تبقاش توظف الدين في الامور ديال السياسه وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هذا هو هذا الشيء باش نادى هذا الفكر. اذا هو فكر متحرر يرفض ادخال الدين في مختلف الامور ديال الحياه. الدين يعني عباره عن شعائر او طقوس تمارس في اماكنها ولا نوظفها في الحياه. هذا هو التيار العلماني. اذا هذا دعا الى فصل الدين عن الدوله ومعارضه العصبيه الطائفيه، غادي يظهر اول مره في المشرق العربي في القرن 19. من اهم الرواد ديالو كاينين بزاف، منهم فرح انطوان، كذلك ايضا اديب اسحاق، فرانسيس ميراش، فرح انطوان، اديب اسحاق، رفاعه الطهطاوي، مجموعه من المفكرين. حتى هذا التيار جاء بافكار في مختلف المجالات، جاب افكار على المستوى الديني، جاب افكار على المستوى السياسي، وجاب افكار على المستوى الاجتماعي. على المستوى الديني اش قال هذا التيار؟ قال لك سيدي فصل الدين عن الدوله، هذه هي الاولى، ومعاداه العصبيه الطائفيه، ما يتعصبش لواحد الدين ديالو والفكر ديالو، يكون متحرر على المستوى الديني ويسمح بحريه ممارسه الشعائر والطقوس والتعبدات بكل حريه. على المستوى السياسي قال لك سيدي نادى بالديمقراطيه، اعتماد على مبدا الديمقراطيه، وحقوق الانسان والديمقراطيه والمساواة أمام القانون ومعارضة الاستبداد والاستغلال ديال العثمانيين. هذه مجموعة من الأفكار. وعلى المستوى الاجتماعي نادى هذا بالتربية حتى هو والتعليم، بحال الأول التربية والتعليم نداو بها بجوج، الفوارق الطبقية، نقد الفوارق أو معارضة الفوارق حتى هو الطبقية، ولكن نادى هذا بتحديد وتحرير المجتمع والمرأة، يعني الحرية ماشي غير التعليم ديال المرأة، وإنما حرية المرأة تلبس اللي بغات دير اللي بغات، التحرير يعني تولي الحرية على بحال الغرب. يعني داك الشيء اللي كان في الغرب في أوروبا كيحاولوا جابوه وبغاو يطبقوه هنا في المشرق العربي. إذا هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا بالنسبة للتيارات الفكرية. ثم النتيجة هو دور اليقظة في التطور الفكري، دور اليقظة في التطور الفكري استنتاج بالمشرق العربي. اذا هذه اليقظه الفكريه بطبيعه الحال غادي تساهم في التطور الفكري عن طريق المحافظه على اللغه العربيه. من اهم ما جاءت به من ما ساهمت في اليقظه الفكريه هو انها حافظت على اللغه العربيه والقواعد ديالها بعدما كادت تضيع، هي اللغه العربيه والتراث ايضا العربي، كذلك ايضا الشعور القومي، الحركات القوميه، ان العرب بقاو بغاو يستقلوا وما بقاوش بقاو تبع العثمانيين بغاو يديروا كذا، ولكن هذا الشيء غادي يصطدم بالاستعمار. ولكن المهم كان واحد الوعي وكان واحد الاحساس بالانتماء لواحد الامه. كذلك ايضا ظهرت جمعيات، كثرات جمعيات اللي كطالب بحقوق العرب واللي كطالب بالاستقلال ديال العرب وغيرها. وكذلك ايضا رواد اليقظه الفكريه غادي تقلدوا مجموعه من المناصب، تقلد رواد اليقظه الفكريه مناصب عليا في الدول ديالهم. اذا هذا الشيء اللي خصك تعرفوا على اليقظه الفكريه بالمشرق العربي. العوامل ديالها ثلاثه ديال العوامل، تيارات فيها السلفي والعلماني، تعرف كل واحد تعريفه، بعض الافكار الرواد ديالو، بعض الافكار ديالو في مختلف المجالات السياسيه والدينيه والاجتماعيه، وتستنتج هذا الدور ديال اليقظه الفكريه في التطور الفكري. الى ضبطتي هذه الامور غادي تكون ضبطتي الدرس، وبالتوفيق لكم جميعا، وموعدنا في حلقه اخرى من حلقات هذه السلسله، والسلام عليكم.